بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المشاهدون الأكارم في كل مكان، نحييكم في بداية حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فتاوى. هذه الحلقة نتحدث فيها عن التوبة، وهي من الفعل الثلاثي تاب وأقر وتراجع عن الخطأ والذنب الذي وقع فيه وعقد العزم على عدم تكرار هذا الخطأ مهما حصل، ويعني قدر ما استطاع إلى ذلك سبيل. التوبة النصوح هي عقد النية والعزم على الإقلاع عن الذنب وعدم العودة له، مع الإحساس والشعور بالذنب والحسرة والحزن على الأيام التي مضت وكان فيها الشخص يمارس هذه المعصية أو هذا الذنب وهو بعيد عن الله سبحانه وتعالى. في هذه الحلقة نتناول موضوع التوبة والنوايا المربوطة بالتوبة، ونستقبل أيضا أسئلتكم على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. وأيضا في بداية هذه الحلقة نرحب بالشيخ والدكتور محمود أحمد حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. أيضا نذكر مشاهدينا بأنه نستقبل أسئلتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على هاشتاغ فتاوى، في انتظار أسئلتكم إن شاء الله. حلقة اليوم يا شيخنا عن التوبة، فدارين بداية نعرف التوبة. بسم الله، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. التوبة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. نعم. وده أمر من الله تعالى لعباد المؤمنين أن يتوبوا إليه توبة نصوح. نعم. والتوبة النصوح هو أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن في الضرع. نعم. يبقى دي التوبة النصوح. نعم. وبرضه التوبة النصوحة أن كلما تتذكر الذنب تستغفر منه. نعم. يبقى التوبة النصوح وأن يتم من الذنب ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن في الضرع. نعم. والتوبة النصوح عندها ثلاثة أركان. الركن الأول الإقلاع من الذنب. نعم. الركن الثاني الندم على فعل الذنب. نعم. الركن الثالث العزم على ألا يعود للذنب. نعم. دي إذا كانت المعصية بين العبد وربه. أيوة. أما إذا في طرف اللي هو رابع له حقوق العباد. نعم. يبقى حقوق العباد ما بتكفر بالتوبة إلا رد المظالم، رد الحق لأصحابه. نعم. أكل مال زول يرجع له حقه، اختاب لزول يطلب منه العفو، يبقى دي اسمها رد المظالم. الركنة اللي هي نضيف لها التوبة النصوح اللي هي الإقلاع من الذنب، الندم على فعل الذنب، العزم أن لا يعود. بعدك إذا في حقوق العباد يرجع حقوق العباد أو يطلب منه العفو. نعم. وإذا تتعسر، وكثير من الناس يقول لك يا أخي أنا زمن الجهالة باكل حق الناس وضر الناس وإلى آخره. أيوه. ما بعرفهم جنس شنو ونسيتهم كثير. أيوه. الحل شنو؟ الحل هو الزول يركز على الثلاثة الأولانيات دي، الإقلاع من الذنب ويندم ندم شديد على فعل المعصية. ويعزم عزم أكيد ألا يعود. نمرة أربعة العجز عنها دي، يكتر من التوبة والاستغفار والندم، ويكتر من الحسنات، ويكتر من قراءة القرآن وذكر الله ومال البر والخير، لأنه أصبح ذول مديون. والديون دي يوم القيامة تسدد بالحسنات. مطلوب منه يكثر من حسناته لانه قدامه ناس طالبين منه حقوق. ايوه. اي كثر من حسناته ان شاء الله ربنا يصلح بينه وبين اصحاب الحقوق يوم القيامه. ان شاء الله. عندنا اتصال يا شيخنا، نقول الو. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حسن احمد سعد، قريه المسارعه، عيد 24 الغرزه. نعم، تفضل. السؤال الاول: من نذر لوالده ان يحج له ولم يحج ما كفارته، ونذر ان يحج لوالده وما حج، بعدين قال عن الكفار شو؟ نعم. وبعدين؟ ايوه. السؤال الثاني: ما صحت هذه العباره؟ المال المزكى لا بحرم ولا بغرب. المال المزكى لا بحرم ولا بغرب. لا نعرف شرح العباره دي شو؟ لا معلش، وضحها ثاني اخونا حسن. ايوه، المال المزكى، المال المزكى لا بحرم ولا بغرب. دار الشرع بتاع العبارة. طيب السؤال بعده: من تبرع لبنيان كنيسة وهو مسلم هل له أجر وثواب؟ من تبرع لبنيان كنيسة وهو مسلم هل له أجر وثواب؟ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا. طيب أول سؤال يا شيخنا: من نذر أن يحج لوالده ولو ما يوفي بالنذر؟ إذا ما عجز، عجز عن النذر أن يحج وعجز عن الحج عن والده، ينتقل لكفارة يمين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من نذر نذرا
لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. يبقى الزول يطعم العشر مساكين خلاص، لأنه عجز عن الوفاء. يطعم عشر مساكين خلاص. نعم. طيب السؤال الثاني هو تقريبا عبارة أو مقول: المال المدكن لا يحرق ولا يغرق. المزكى يقصد المزكى. المزكى أيوة. نعم. المال المزكى لا يحرق ولا يغرق، ده طبعا كلام مثل. أيوة. قد تكون حكمة. أيوة. لأن ربنا تبارك وتعالى قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. تنفق بجاه ربنا يخلف لك بجاه، مالك دم دم مزكى ربنا بخلف لك. أي يبقى هنا دي زي ما تقول إذن هي عبارة ولكن عندها تأصيل في الدين. عندها يعني عندها تأصيل. أي نعم. ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. نعم. وفي الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما نقص مال عبد من صدقة. معناته تنفق بجاه ربنا يخلف لك بجاه. أيوة. أي. طيب السؤال الثالث: إذا تبرع شخص مسلم لبنيان كنيسة، أيوة، هل يعني يعتبر أجر له؟ لا يعتبر، يأخذ ذنب لأنه صرف الفعل من غير محله. نعم. إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، دم مال ضايع، ضيع في حالة وكمان ضيع في حاجة حرام، يتعاقب يوم القيامة. نعم. طيب نجي نرجع لموضوع الحلقة يا شيخنا، ممن وماذا تجب التوبة؟ تجب ممن التوبة؟ الواجب من كل مسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نعم. المعصومين من الخطأ هم الأنبياء والرسل. أيوه. ربنا عصمه من الخطأ، ما بيعمل ذنب. أيوه. أي لكن أي بني آدم مهما تعلم مهما تدين مهما مها معرض الخطأ، كل بني آدم خطاء. نعم. يبقى له في الحالة ذول كتر من الاستغفار. طبعا الذنوب الكبائر لابد ذول يتوب منها توبة نصوح. نعم. أما الذنوب الصغائر اللي هي فلتات اليد فلتات اللسان فلتات العين، دي ما في ذول معصوم منها. نعم. دي تكفر بذكر الله، بالوضوء، بخل خطوات لصلاة الجماعة، بقراءة القرآن تكفر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي الحديث: إذا اجتنبت الكبائر ربنا يكفر لك الصغائر. نعم. عندنا اتصال يا شيخنا. ألو، السلام عليكم. عندنا اتصال من أختنا نهى من المتمة. عليكم السلام ورحمة الله. مرحب بك، تفضلي، بس يا ريت ترفعي صوتك شوية يا نهى. مرحب بكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام، تفضلي. مرحب بكم، تحية ليكم لبرنامجكم النايم. حياك الله، بارك الله فيك، تفضلي. تسلم. بسأل عن الحسن في الصلاة، يعني طوال يعني تشوفوا الصلاة دي يعني أقل حاجة. بس عفوا الصوت ما واضح يا نهى والإخوة في الكنترول، يا ريت يرفعوا صوت المكالمة أكثر. نعم، يتفضل أسألي سؤالك يا نهى. بسأل عن الحلف بالطلاق، يعني دائما أنا شايفة إنه العيال دي كثير كبير، يعني الحلف بالطلاق كثير في أقل حاجة، حكم الحلف بالطلاق. حكم شنو؟ الحلف بالطلاق. الحلف؟ أيوة بالطلاق. الحلف يعني الصلاة. الحلف بالطلاق كثير، يعني شايفة بالطلاق. أيوة. بالطلاق. نعم. كويس. نعم نعم، عفوا بالطلاق. أيوة كثير. وصل السؤال. نعم، في أقل حاجة تخبط بالطلاق. في سؤال تاني يا نهى؟ طيب شكرا لك. طيب الحلف بالطلاق طبعا الحليف بغير الله. أيوة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي حديث ثاني عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والعلماء قالوا محمول على الزجر والتغليظ، ممنوع من المسلم يحلف بغير الله. والحلف بالطلاق تعتبر حلف بغير الله، وسموها العلماء يمين يمين الفساق، سموها يمين الفساق. نعم. معناته ذول بيحلف بالطلاق معناته انضم لفصيلة الفساق. أي يبقى دي بعدين كنا هي طبعا حرام ممنوعة. والزول فرضنا حلف وأحنس في يمينه في حليفته، حلف بالطلاق قال عليه بالطلاق ما يشرب الشعر ويشرب الشعر، هنا هل طلاق ويقع؟ هنا طبعا ما جرد عليه الفتوى الآن في جميع البلاد العربية
وصدر به قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991 المادة 130، النصب يقول شنو؟ لا يقع الطلاق بالحنسي في يمين الطلاق أو الحرام. نعم. يبقى زول حلب بالطلاق ما يشرب الشاي، ما يشرب الشاي ويشرب الشاي، طلاقه ما بيقع، لكن يلزم كفارة يمين، أطعم 10 مساكين والاستغفار. نعم. يستغفر لأنه حلب بغير الله. نمر 2 يطعم 10 مساكين لأنه أحنس في يمين، حلب يشرب الشاي وما يشرب الشاي. نعم. والطلاق ما بيقع في الحلب. نعم. طيب عندنا يا شيخنا سؤال في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من أحد من إحدى الأخوات، بتسأل عن السدود، صيام الست من شوال والقضاء، لازم القضاء أول إذا كان عليها أيام في الشهر ما صامتها. والأفضل طبعا القضاء الأيام الأول، العدين الأول بعدك السدود. ولو ضايق الزمن وخاف الشوال قرب يفوت، ممكن تصوم السدود بعدك القضاء. نعم، يجوز تقديم دواء على ده. نعم. عندنا بس أخونا عبد العزيز هو يعني يسألك الدعاء، بيقول إنه هو يعني يسأل الله الرزق يعني غير مكان رزقه وكذا. إن شاء الله اللهم نوسع عليه في الرزق، بارك له في رزقه يا رب العالمين. آمين إن شاء الله. يسر أمره يا أرحم الراحمين. آمين إن شاء الله. طيب تحدثنا عن يعني 3 أضلع أساسية في التوبة. تكلمنا عن الإقلاع، وتكلمنا عن الندم وعلى عدم العودة، ورد المظالم أو الحقوق إلى الناس. هل هنالك يا شيخنا زمن يعني بعده لا تقبل التوبة من المسلم؟ نعم، يا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه مسلم. يعني ربنا يقبل التوبة ما لم يغرغر. يغرغر معناه تروح توصل الغرغرة. نعم. يعني استعذوا لما تيجي سكرة الموت تلقاه قد عليه قفاه وفات خشمه كر 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 نفسه قايل. نعم. في الوقت ده باب التوبة ينقفل. سبحان الله. لأنه أصبح ما بيشوف الناس اللي قاعدين حوالينه، يشوف ملك الموت وأعوانه ويشوف مصيره، خلاص انكشف الامتحان. نعم. بعد كده باب التوبة ينقفل. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فرضنا زول سايقين للمشنقة. أيوه. وتاب، ربنا يقبل توبته لأنه لسه الغيم انكشف. صحيح. لكن خدته في حبل المشنقة وشاف وصلت الغرغرة، باب التوبة ينقفل. ينقفل. نعم. طيب عندنا اتصال يا شيخنا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحب بك، تفضل. تحياتي لك وتحياتي للشيخ محمد الحسن. مرحب بك أخونا ياسر، تفضل. الله يبارك فيك. أسأل من صلاة المسبوق. صلاة المسبوق. عندي 3 أسئلة لو سمحت. نعم. أول سؤال، عندي صلاة المسبوق، إذا كان فاتتني 3 ركعات في أي صلاة؟ في صلاة العصر مثلا. نعم. فاتتني 3 ركعات، أصلي الفاتتني 3 ركعات كيف إذا أنا لفت ركعة واحدة الأخيرة؟ ده السؤال الأول. خير إن شاء الله. السؤال الثاني، بسأل من السدود. السدود. شوال، هل ممكن الواحد يصوم 6 أيام متفرقة؟ أيوة. السؤال الثالث. خير إن شاء الله. بسأل الوالدة عندها كانت شغالة، ما عارفها مسلمة ولا مسيحية، وغالبا تكون مسيحية، ما معروفة مسلمة ولا مسيحية، لكن هي عندها يوم ما أخذته ثمنه وعندها قروش يعني، وفاتت وما عرفت لم فيها كيف ولا ترج، وما عرفت قدر ذاتها تديها حقها شنو ولا كده، فعايزها بس توفي حقها من غير ما يكون عليها أي خير. إن شاء الله ما في مشكلة. شكرا جزيلا. شكرا أخونا ياسر. طيب يا شيخنا، السؤال الأول هو عن صلاة المسبوق في الحالة الذكرة. أيوة. فاتته 3 ركعات في صلاة العصر، أدرك الأخيرة. أيوة. هنا نأخذ برأي الإمام مالك، قال ما أدركته مع الإمام فهو آخر صلاتك، وما فاتك فهو أول صلاتك. معنى كلام الإمام مالك ده معناته الركعة الأخيرة اللي حصلتها هي ركعتك الأخيرة، بعد كده تقوم تجيب ركعاتك الفاتنك، تقوم تجيب لك ركعة بالفاتحة والسورة، وتقعد تقرأ التشهد، وتاني تقوم تجيب الرقعة البعدة بالفاتحة والسورة، وما تقعد تجيب الأخيرة بالفاتحة بس،
حسب القاعدة ما أدركتهم على الإمام فهو آخر صلاته، وما فاتك فهو أول صلاته. نعم. ده الإمام مالك. أما الإمام الشافعي قال إنه ما أدركته، عكس الإمام مالك، ما أدركتهم على الإمام فهو أول صلاته، وما فاتك فهو آخر صلاتك. حصلت الركعة الأخيرة، الركعة الأخيرة حصلتها مع الإمام دي ركعتك الأولى، تقوم سلم الإمام تجيب لك ركعة بالفاتحة وسورة وتقدر تشوفه، وتبقين اثنين، تجيب الركعتين الثانيات بالفاتحة وتقدر تشوف وتسلم. نعم. يبقى هنا ده ما أدركته مع الإمام، الإمام مالك ما أدركته مع الإمام وهو أو آخر صلاتك، وما فاتك هو أول صلاتك. الإمام الشافعي العكس، ما أدركته مع الإمام فهو أول صلاته. نعم. وما فاتك وهكذا. والقاعدتين يا شيخنا للإمام مالك والشافعي تطبق حتى على الصلوات مثلا فيها ركعات جهرية. نعم. أيوة. بنفس القاعدة. يعني مثلا نضرب لنا مثال دول، حصل الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء. نعم. أها نأخذ بين الإمام مالك الركعتين الحصلتين ديل ياهن آخر صلاتك، تقوم تجيب الركعتين بالتانيات ديل بالفاتحة والسورة وجهر وتركع وتسجد تقرأ تشهد وتسلم. نعم. الإمام الشافعي عكسه قال الركعتين الحصلتين ديل ياهن أول صلاتك، تقوم تجيب الركعتين الفاتنك ديل بالفاتحة وسر وتقدر تشهد وتسلم. نعم. أي. كل طيب. ده صح وده صح. السؤال الثاني هو عن السدود، هل يجوز يصوم الستة أيام متفرقة ولا لازم تكون؟ هي يجوز مفرقة مع المجتمع، بس قبل شوالف تكون صمت الستة يوم. نعم. طيب سؤاله الأخير عن والدته، عندها يعني مساعدة في المنزل. أي. هي جنسيتها غير سودانية، وقالوا هم ما عارفين هل هي مسلمة أم غير مسلمة. أي. ويمكن برضو السؤال إنه هل بيفرق في إيتاء الحقوق إنه الشخص مسلم أو مسلم، لأنها أي. عندها يوم ما أخذت حسابه وطلعت وما لمن فيها. ما لمن فيها. نعم. خلاص نحن نعتبرها مسلمة، وما هي تدين خدتها نحفظها لغاية زمن شهر شهرين ثلاثة ستة شهور، ما قاد نصدق بالمساكين. نعم. إذا مسلمة يمشي له سواب، إذا ما مسلم تخلص من الدين بس. لكن إذا ما مسلم هو دين يعني. هو دين، هاي هو دين عليه، دين عليه تحفظه. نعم. باعتباره مسلم أو ما مسلم تحفظه. نعم. لغاية تملاها ستة شهور ما جات البدي لحقها تصدق بها للمساكين بنية السواب يمشي لصاحبها، بقت مسلمة يسجلها سواب، ما تكون مشت لمسكين. نعم. لأن احتياط. خير إن شاء الله. طيب حنواصل بإذن الله معك يا شيخنا وأيضا مع المشاهدين، فاصل قصير ونرجع بإذن الله بعد ونواصل ما تبقى من حلقة اليوم من برنامجكم فتاوى. مرحبا بكم من جديد كل مشاهدين في برنامجكم فتاوى، عندنا لكم بعض الفاصل، وحلقة اليوم هي عن التوبة والتوبة النصوح. كنا يا شيخنا في موضوع الحلقة بنتحدث عن إنه يعني ربنا يقبل التوبة ما لم تأتي ساعة الموت والغرغرة بالتحديد. أي أي. نعم. طيب هل هنالك أنواع للتوبة؟ هي التوبة طبعا هي أنواع ثلاثة، دي أركانة، أركانة ثلاثة. نعم. الإغلاء من الذنب، الندم على فعل الذنب، العزم على ألا يعود للذنب. نضيف لها بند إذا كانت المحصة بين العبد وربه، زي مثلا بيشرب خمر، نضرب لنا مثال عشان. نعم. نوضح المسألة دي. نعم. زول بيشرب خمرة، شرب الخمر معصية بين العبد وربه، ما في طرف من البشر. قال يا أخوانا دار توب توبة نصوحة من الخمر، وقلنا نمرة واحد توقف شرب الخمر فورا، نمرة اثنين تندم على أي كاش شربته في الخمرة. نمرة ثلاثة تعزم عزم أكيد تاني ما تشرب، وصدق في الثلاثة ديل ربنا محلز وبشرب كله. نعم. السؤال الثاني زول كان بيضر الناس، يأكل حق الناس، يظلم الناس، يعتدى على أعراض الناس، أموال الناس. قال إخواننا دار توب توبة نصوح من حق الناس، نقول إن نمرة واحد توقف ضرر الناس فورا. نعم. نمرة اثنين تندم على أي ضرر ألحقته بالناس. نمرة ثلاثة تعزم عزمة كده تاني كان بيت القوة متى كل قرش من زول بالضر اللي في زول. نعم. نمرة أربعة إذا كان موال ترجع لأصحابه، أكان أعراض تطلب منه من العفو. قال يا أخي الثلاثة اللي ولين دي بقدر عليه، أوقف ضرر الناس فورا بقدر عليه، أندم على أي ضرر لحقته بالناس بقدر عليه، أعزم ما أضر لي زول بقدر عليه، لكن أرجع المال للناس ما بقدر. نعم. أمشي أطلب منه العفو ما بتقدر مالك،
قال أخي ما زمن الجهال بأخذ قروش من الحرام وصرف في الحرام. نعم. ما بتذكر الناس دي ولا بتذكر حقهم. نعم. وما عندي ذاته قروش أرجع عليهم ولا بقدر أمشي أقول لهم سويت فيكم كده يضحوني. هالحال شنو الحال؟ تركز على الثلاثة دي لك توقف ضر الناس فورا، تندم على أي ضرر الحقت في الناس، تعزم عزمة أكيد تاني ما تضر ليك زول. نمرة الأربعة اللي عجزت عنها دعاة تكرب الحزام وتكتل من الأعمال الصالح، تكتل من قراءة القرآن، من ذكر الله، من الاستغفار، من صلى على النبي، من الدعاء، من الصدقة إذا عندك مال، الأمر بالمعروف، تجاهد نفسك في طاعة الله وتكتل من أعمال البر والخير. أها صدقت في بي وركزت الثلاثة ديك ما رجحت الثاني كده ربنا سبحانه وتعالى يصلح بينك وبين أصحاب الحب بإذن الله. عندنا اتصال أيضا يا شيخنا من أخونا حسين من الدويم. حسين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك تفضل. أسلم يديك العافية الله يكرمك. بارك الله فيك. عندي سؤال واحد لمولانا إن شاء الله. نعم. بسأل في الصلاة صلاة بتاع البس مثلا لفظ بكلمة طلاق البدر. عايز اعرف هل طلاق البدر طلقة واحدة ام هو باقي ولا هاي بشكل عام؟ والله انا طيب الطلاق ما فيه حالات مختلفة، هو اللفظ كان شنو؟ اللفظ والله هو طبعا راي شوية كبار قال يعني طلقانا طلاق البدر. طلقانا شنو؟ طلاق البدر. ثلاثة ولا ثلاثة شنو؟ الكلمة والله بس ما واضحة يعني يا ريت تعلي صوتك شوية يا أخونا حسين. كان أنت طلاق البت فدار أعرف كلمة طلاق البت ده إنه واقع كم طلقة ولا هو؟ نعم طلاق البت. نعم خير إن شاء الله يا حسين يجاوبك الشيخ بإذن الله. نعم أي هو قال لي زوجتي إن طلقانا طلاق البت. نعم يعني طلقانا للأبد. نعم هل تقع كم طلقة؟ طلقة طلقة واحدة بس. أي طلاق البتة يقع طلقة واحدة بس. نعم. أي لأن العادة بتقول كل طلاق يقع طلقة واحدة إلا الطلاق الاسمين ده المسبوق بيقول كده في طلاق. يعني زور قال لي أنت طالق بالثلاثة تقع طلقة واحدة، قال لي طالق مية تقع طلقة واحدة، قال لي طالق البتة تقع طلقة، قال لي طلقان للأبد تقع طلقة واحدة. نعم. أي. طيب إذا كرر اللفظ أكثر من مرة إذا كان قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق أي تكرر الكلام دي أنت طالق أنت طالق أنت طالق. هنا النص بيقول شنو؟ الطلاق المقترن بالعدد يقع طلقة واحدة إذا قصد به التأكيد وإلا فيقع بعدده. قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق. هنا إذا نقول أنت قصدت شنو؟ قال صدتك أكد الطلقة نقول له حسب لي واحدة قصد ثلاثة بقى ثلاثة. نعم. حسب النص الطلاق المقترن بالعد الطلاق المتتابع. نعم. يقع طلقة واحدة إذا قصد به التأكيد وإلا فيقع بعدده. بعدده. نعم. طيب عندنا اتصال من فاطمة من أم درمان. فاطمة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. مرحبا بك تفضلي. عليكم السلام ورحمة. تفضلي. بزعل عن الطلاق وأنا بتكلم معنا على زوجي بالتلفون وقلت له طلقني قال لي طلقتك بالتلفون. طيب عايز أعرف إن الطلاق كده وقع خلاص في طلاق غيره ولا بس الطلقة دي كانت أول واحدة؟ طلقك تاني قبل كده؟ لا بس بتكلم معاه بالتلفون تفعل المكالمة وقلت له طلقني قال لي طلقتك خير ان شاء الله. يجاوبك الشيخ باذن الله. هي طبعا طلاق بالتليفون عارف اللي بيتكلم معاها دي زوجته. نعم. وهي عارفه هي زوجها ويتبادل الكلام بس زعلت منه قالت له طليني قال لا انت طالق خلاص وقعت الطلقه. نعم. اللي هو يعني ما في اختلاف في اللفظ قال لها طلقتك او انت طالق هي خلاص في النهايه طلقتك او طالق طالق انت طالق خلاص وقعت الطلقه. وقعت الطلقه. نعم. طيب بالواتساب وبالحاجات الجديدة دي والرسائل هاي ممكن طلق بالكتاب برضو رسل لها رسالة مكتوب فيها زوجتي فلان الفلانية انت طالق. برضو النص يقول شنو يقع الطلاق باللفظ الصريح وبالكتابة إذا قصد به إيقاع الطلاق وبالإشارة. نعم. قصد به إيقاع الطلاق يعني قصد طلاق زوجته زوجته بذكره بالاسم. أيوة. لكن بيألف له في قصة وكتب طالق بس كده ما بقى لأنه هنا قال يقع الطلاق باللفظ الصريح وبالكتابة إذا قصد به إيقاع الطلاق. نعم. طيب يا شيخنا ممكن نعود لموضوع الحلقة وحديثنا عن التوبة.
هل يجوز يا شيخنا الشخص يجزئ التوبة؟ يعني مثلا هو يعاني مثلا من شرب الخمور مثلا أي. يقول أنا الأسبوع كله ما بشرب أي. أشرب يوم يجزئ مثلا كنوع من التدريج. لا تلاعب بالتوبة. لا حكا تقول أنا بشرب أسبوع وترك أسبوع ما ينفع. أشرب أخفي بدل ما أشرب قزازتين أشرب قزازة واحدة ما أعتبر تايب. اللي بيشرب الخمرة ده حتى ولو كل يوم يشرب لسيسي مستمر عليه يعتبر مدمن خمرة. كثير قليل ما أذكر كثيره فقليل هو حرام. يبقى هنا ده ممنوع. لكن نضرب لنا مثال زول بيتعامل بالربا وزول بيشرب خمرة قام تاب توبة نصوح من الخمرة وفر الأركان الثلاثة وقف شرب الخمرة فورا ندم عليك شرب الخمرة عزم على يعود وما عاد لكن مستمر في الربا ربنا يقبل توبته من ناحية الخمرة لكن ما زال الباب بتاع الربا الذنب متواصل لأن الإمام النووي قال من تاب عن معصية صح توبته تام عن معصية ومصر على معصية أخرى صح توبته من الذنب التام منه ده لكن فضل له ذاك. نعم. طيب عندنا أخونا مصطفى من السناهير. مصطفى السلام عليكم. أخونا مصطفى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحب بك تفضل. الله يبارك فيك. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول بسأل من لقطة الطريق. نعم. السؤال الأول بسأل من لقطة الطريق. ظلم قال حاجة واقعة يعني. أيوة نعم. والسؤال الثاني يعني لو في زول عنده مثلا قطعة أرض وقام قال للسمسار يا أخي الوطة دي أنا داير فيها 80 والباقي فهو لك هل بتجوز الحكاية؟ أيوة للشخص اللي حيساعد في البيع يعني اللي حيساعد في البيع قال لي أنا سعر كذا والباقي ده كله فهو لك هل يجوز؟ خير. طيب شكرا لك بارك الله فيك. طيب سؤاله الأول عن شخص مثلا ماشي في الطريق ووجد اللي قاله حاجة وضع في الطريق اسمها اللقطة. نعم القط له حاجة من الطريق. هنا اللقطة دي إذا كان حاجة بسيطة مبلغ بسيط ناس 10 جنيه 20 جنيه قلم مسطرة حبل حاجة هنا وفي الطريق العام حقته محتاج ليها يصرفه ما محتاج ليها صدق بيها لا غاية 5 جنيه 20 جنيه 50 جنيه 100 جنيه رقا واقع في الطريق عام دي طوال بك إذا محتاج لها حلال عليه ما محتاج لها صدق بها لكن اللي قالوا مبلغ كبير اللي قالوا ذهب يبقى الحالة طوال يمشي لأقرب شرطة بتاع بوليس يفتح بلاغ طوال المتحري يستلم منه الأمانة ويعده ويدونه في البلاغ ويسجله ويسجل تلفونه ويدخل المتحري يدخل القرودي أمانة للقاضي خطها في الخزنة بعدك يبلغ عن صاحبه صاحبه جاء وجاب الوصف تمام وأدى اليمين إن أنت حقته جاب الوصف تمام يدوها إياه لكن قبل ما يدوها إياه يضرب التلفون لزول جاب تعال يخصم 10% من القروش دي يدوها لزول ده بشارة والمحكمة تأخذ الرسوم حقتها ويدوها القروش الحمد لله أحسن مما في. طيب السؤال الثاني إنه شخص عنده أرض دار يبيعها مثلا وجاءه شخص حيساعد في عملية البيع دي أو سمسار مثلا يقوم صاحب الأرض يحدد له يقول أنا داير فيها مثلا 20,000 تمام وبيزيدوا بعد ليك حلال عليه حلال عليه هاي باع ب 30 حتى ال 10 دي حلال عليه باع ب 35 الزياده سقف الزياده لا ما في ما حسب حال العرض والطلب باع ب هنا بس ما يكون له فيها غش ولا تزوير حاجه واضحه زي الشمس قطعه ارض واضحه ما بيكون يقولش يقول لي دي ناصيه هي ما ناصيه وما عارف مساحات كده ما كان واضح هذه في الكروكي في الخرطه موضوع واضحه نعم هي انا داير فيها مثلا صاحب الارض قال لك انا داير 20 مليون نعم انت اجتهدت بعتها بزياده حقتها هي ما سمسر نعم في هاي. طيب نعود ايضا لموضوع الحلقه الفرق فرق شنو يا شيخنا ما بين التوبه بشروط اللي انت ذكرتها وما بين الاستغفار إنه شخص يقع في ذنب محدد ويستغفر يعني أو يقع في الذنب بشكل متكرر ويستغفر بعد كل مرة ولكن لم يتوب أيوة لا يعني طبعا من شروط التوبة اللي هي زي ما ذكرنا الإقلاع من الذنب الندم على فعل الذنب ألا يعود للذنب كما لا التوبة النصوح ما يعود للذنب كما لا يعود اللبن في الضرع اللبن حلبناه ونريد أن نرجعه تاني كذلك التوبة النصوح ما يرجع
لكن فرضنا زوج تايب توبة نصوح مثلا كان بيشرب خمر، نضرب لنا مثال بيشرب خمر وتايب توبة نصوح من الخمر، وقف الشراب والندم مستمر سنة كاملة ما شرب. يوم من الأيام صاحبه عزمه في مثلا مناسبة عرس ومش لبى الدعوة، وخدتنا الأكل قدامه وجماعة طبعا هناك وحطة نزل طلع القزاز بتحت العري كبالي كبالي شوي قال لي شرب ما بس كح شرب. بعدين كان لما شرب ندم ندم شديد جدا وندم واستغفر وندم واستغفر وقام طوال حرد من العشم مش ده توبته ما بتتنقط لأنه ما كان عنده نية وعليه غفلة شرب يبقى توبته ما بتتنقط. لكن قام شرب الكاس ده بعدك تكيف قال لهم عندك كنت عرقي كنت أسمح كبولي تاني يبقى توبته تنقضت. صحيح. طيب يا شيخنا، طيب تكرار ذنب محدد أو الاستغفار بعد الذنب هل يعني يمحو الاستغفار ده ما تأكيد للتوبة؟ نعم. أي ذول استغفر الله استغفر الله معناته رب اغفر لي ذنبي أنا عملت ذنب رب اغفر لي استغفر الله تبت ورجحت إلى الله وندمت على ما فعلت وعزمت على أنني لا أعود إلى معصية الله. في بعض الشباب يضرب لي التلفون يا شيخنا أنا كل ما أتوب من الذنب أرجع لي تاني كل ما أتوب من الذنب أرجع لي تاني عشان أحسم الموضوع ده قال جبت المصحف خديت دف المصحف حلفت ما أرجع تاني وبرضه رجعت. أيوه. نقول لي أنت غلطان ما كانت تخد يدك في المصحف ولا تحلف. أيوه. أنت كل ما تتوب من الذنب ترجع لي تقوم تصلي لك ركعتين. أيوه. وترفع إيديك وتضرع إلى الله تعالى يا رب أنا عجزت عجزا تاما عن الإغلاع من الذنب ده يا رب اديني العزيمة القوية ما أرجع لتها رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. معناته يا رب اديني العزيمة القوية إنه ما أرجع للذنب ده تاني ويستغفر ويستغفر ويطلب من ربنا رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم رب ندي العزيمة القوية. لكن لما خدت إيدي في المصحف وحلف يروح الحال الشيطان بدل ما كان يرسل له درفوش يغير حيلف وحتى ديران من المرضى. أيوه. ولا حق الزول ده حلف انه ما يشرب الخمر شو الحق خلي يشرب يرجع للخمر تاني برقيقة. أيوه. يمشي يوسوس ليه ويرجع للخمر تاني. سبحان انت ما تحلف لين الزول لم حلف معناته ملك إرادة نفسه أنا ما بملك إرادة نفسه أنا ضعيف قدام المعصية لكن ألجأ إلى الله تعالى الدين العزيمة القوية ما أرجع. رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم يا رب كل ما تؤمن من الخبائث ترجع لي تاني يا رب الدين العزيمة القوية ما أرجع لي تاني يجرس قدام ربه ويستغفر ربنا صدق في نيته ربنا الدين العزيمة القوية تاني من الكبائر دي شوفها زي هنا الجداد. سبحان الله. طيب عندنا اتصال يا شيخنا من أم محمد من نهر النيل. أسف فقدنا الاتصال ولكن عندنا سؤال في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك من إحدى الأخوات بتقول إنه يعني عندها ولدة في طور المراهقة يعني وبيحلق بطريقة غريبة ويلبس بطريقة غريبة وكذا فهي كل ما تنبهه يعني يصدها ومواصل في أسلوبه في طريقته. أيوة. فبتقول هل يعني يعتبر عقوق هل عاقل والدينه طبعا هذا في الحالة دي عاقل والحقيقة مخالف للشرعي. نعم. بإعجابه بنفسه دي وتكبر ده وزرافه ده وعدم احترام لأمه وسمع نصيحتها طبعا يعتبر عاقل ويعتبر عاصي لربه. لكن نقول للأم دي يعني أقعدي قدامي كده وإذا أبوه موجود تقعدوا قدامكم أنتوا الاثنين وتنصحوه نصيحة كده وتضربوا الأمثلة بالشباب الفالحين ولد فلان ولد فلان كيف نجح هسه ما شاء الله وشغال موظف وولد فلان ولد فلان نطرطش هسه عاد راقد كده شنو ما أعرف شنو يضربوا الأمثلة كده وينصحوه ويوعظوه نحن ما دايم ليك أنت ما يعمل عليك على ما قدعت الدين نحن ما دايم ليك نحن نرحل للدار الآخر دول ينفعك ماك إلا عملك وقرايته. أيوه. يقدموا له نصيحة وينصحوه وبعد ما نصحوه كمان الأب والأم دعوة الوالدين مستجاب يا رب يهدي ولدنا دي أدعو لي يا رب لهديه ويعدوا يدعو لي وإن شاء الله رب نستجيب دعوانا يستغيب. طب يتعامل معهم باحترام ومع نصحهم باحترام ولكن في النهاية يعني يمشي بمزاجه. أيوه. برضو عاق برضو عاق يا طبعا لأنه ما أي لكن برضو يقعدوا كده قدامه كده ينصحوا ويحزوا. نعم. أيوه. طيب فاطمة من سينجا. فاطمة السلام عليكم. أهلا والسلام ورحمة. مرحبا بك تفضل يا فاطمة. عليكم السلام ورحمة. اتفضلي. والله أنا على رحكة على زوجي. يا ريت تبعدي من التلفون من التلفزيون يا فاطمة وتكلمي بالتلفون بس. عندي أربع بنات
أنا معي التليفون بس عشانه. أيوة اتفضلي. عندي أربع بنات. أيوة. وأبوهم ده يعني ما شغلهم كثير. ما بيصرف عليهم؟ بيصرف على وظيفة كذاين حاجة إلا بمزاجه. وعنده بقول الحمد لله شغال كويس الحمد لله عنده قروش أي شيء. طيب. شغال شغل صفحة كويس أي شيء. لكن بيصرف بمزاجه ما حسب حوجتهم يعني. هيا خدعيني حي ما بدي عليهم. طيب. حتى المدارس دي الفطور. ها؟ المصروف شوية. الله المصروف مصروف ست براتين. نعم. طيب. هاي. طيب في سؤال ثاني يا فاطمة؟ بس. شكرا يا فاطمة، شكرا. قالت شنو هي؟ طيب قالت إنه عندها أربع بنات. وزوجها ابو البنات ما بيصرف عليهم، بيصرف هو قالت مقتدر ولكن بيصرف بمزاجه شحيح يعني. أيوة. والمصروف حسب حديثه ما بيكفي. أي أي تنصحه وتكلم بناته ينصحوه، يا ابوي انت المصاريف اللي بتدينا ما بتكفينا، انت عارف الحياه غالي ونحن ما قاعد نشبع، احنا جعانين ومش عارف شنو يتلحوا له كده. ان شاء الله كده ربنا يرمي في قلبه الرحمه يزيده. نعم. هي توصيه وتلح عليه والبنات كمان تحرش، انت تقول لي بتطلب منه. طيب اذا ألحت ولا زال مثلا في على يصل يسوي شنو دول شحيح بخيل في الحاله دي، ممكن ما دام شحيح واذا تمكنت تقدر تشيل من جيبه تدي لبناتها قدر حوجتي يجوز. لين جات اسمها هند بنت عتبه زوجة ابو سفيان. نعم. قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يعني إذا كان اللب ما شاء الله ميسور الحال لكن عنده البخل عنده الشح أجيه مليانة قروش لكن ما قررت على أهل البيت، في الحالة دي يجوز الزوج بشيء تسرت لها ورقة ورقتين على شرط الورقة ورقتين دي تصرف على البيت على مصاريف البيت على الاحتياجات الاساسيه ما تشيل تودي لاهلها ولا تبذرها بدون تبذير. شوف قال لها شنو؟ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي كفايتك وحقت ولادك بالمعروف نعم يجوز. نعم. طيب نرجع لموضوع حلقتنا وحديثنا عن التوبه، هل هنالك فرق في التوبه ما بين الصغائر والكبائر في الذنوب؟ ايوه طبعا التوبه مطلوبه من جميع الذنوب الصغائر والكبائر. نعم. لكن الكبائر دي لابد من التوب منها لان واضحه. ايوه. زي شرب الخمره، اكل المواد بالباطل، الغيبه، النميمه، قطيعه الرحم، عقوق الوالدين. أيوة. الدعي الناس، شتمت الناس، دي كلها ذنوب الكبائر دي لابد الزول يتوب منها. اما الصغائر هي برضه الزلمة يتوب منها لكن ما معصوم منها، اللي هي فلتات اليد، فلتات اللسان، فلتات العين، الخطا بجاي، السيحة بجاي، دي تكفر بذكر الله بالخطوات للمسجد وكذا. وقال تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والايه الثانيه ان تجتنبوا كبائر الاسم والفواحش، الذين يجتنبون كبائر الاسم والفواحش الا اللمم، اللمم اللي هي الذنوب الصغائر. نعم. ولكن كمان الاصرار على الصغيره غير يجعلها كبيره. ولذلك عبد الله بن عباس يقول لا كبيره مع استغفار ولا صغيره مع اصرار. نعم. يبقى الاصرار يجعل المعصيه دي كبيره والاستغفار يجعل المعصيه الكبيره صغيره. سبحان الله. طيب يا شيخنا عندنا اتصال من جوان من كسلة. جوان السلام عليكم. الو السلام عليكم. ايوه مرحبا. مرحبا بك تفضلي. انا عايز اسال الشيخ، يعني زول كان عنده قضاء وعايز يصوم الشتوت ويقضي في وقت ثاني، يعني فانا سمعت انه قضاء مثلا، يعني زول كان عنده قضاء ما المفترض يصوم شتوت او خير ان شاء الله المفترض يقضي من بعدك يصوم شتوت. نعم. الحاجة الثانية يعني حتى كان عندي قبا قالوا ما المفترض مثلا اصوم الوقوف بعرفة شنو كذا كذا، يعني الزلمة يسوي نوافذ معلمية قبل. تمام. عايزة يتأكد من الحاجة دي. خير. والسؤال الثاني يعني عندي خالتي في فترة عدة بتاع الطلاق، فعايز أعرف الحاجات الممتنعة منها، يعني مثلا ما ممكن تساعد تحضر المناسبة قريبة منها بتصوتها بتخوها كذا.
خير، يعني يجاوبك الشيخ باذن الله. يمكن شويه زمننا يعني في نهايته، اخوتنا ارجوان باذن الله نحاول نسمع الاجابه بشكل سريع اذا استطعت يا شيخنا. السؤال الاول هو عن القضاء والشتوت. اي يجوز تصوم الشتوت بعدك القضاء، ويجوز تقضي بعدهن الشتوت، فالصح الاثنين. طيب شوال قرب يفوت، قال صامت القضاء الشتوت بعدين قضت، يجوز. نعم. لان زوجات النبي عليه الصلاه والسلام كان يأخر القضاء لشعبان. ايوه. طيب ويجوز ان مثلا تصوم الوقوف بعرفه، او تصوم مثلا الاثنين والخميس، او تصوم مثلا صيام تطوع وهي عندها بس يوم عرفه، يجوز يوم عرفه سنه لغير الحاج، لكن الحاج يلاقي في قبل عرفه ممنوع من الصيام. من الصيام. أي. طيب السؤال الثاني عن هي في عده طلاق الان، ممكن شنو تكون ممنوعه منه؟ هي قاعدة في عده طلاق، ممنوع تطلع من بيتها ما دام طلاق رجعي. نعم. طلاق اول او طلاق ثاني، المطلق طلاق رجع ما تطلع من البيت بدون إذن زوجها، تكون نعم. في البيت محبوسة، تأكل وتشرب وتعمل أي حاجة بس ما يمسها لغاية أن عدتها بحضن ثلاثة حيضات، ما بحضن ثلاثة شهور. قبل العدة دي ما تنتهي الصالح معاها واتفقوا ورجعوا، قال لي أنت مرجوع خلاص رجعت لي. انقضت العدة وما قال لها مرجوع خلاص، بانت بينونة صغرى. بعد كده دار الرجع اللي بعقد جديدة، مهر جديدة، موافقته وموافقتها له. خير إن شاء الله. احنا بكده بنكون وصلنا لختام حلقه اليوم ببرنامج فتاوى. بنشكرك شيخ الدكتور محمد احمد، الله يبارك. شكرا جزيلا. ايضا الشكر موصول لكل من حاول يتواصل معنا من خلال ارقام التواصل او ارقام الهاتف، وايضا التحيه لكل من تواصل معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وكل البلغون التحيه باذن الله المبلغه للشيخ محمد احمد حسن. شكرا لكل من تابع حلقه اليوم، نلتقيكم باذن الله الاسبوع المقبل. في امان الله ومع السلامه.